السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في أحسن حال. الأثاث القابل للطي ليه أفكار كتير وعليها إقبال نتيجة طبعا ضيق المساحات، فالناس بتلجأ للأثاث اللي ممكن تفرده وتطويه بحيث ما يعملش إعاقة، وليه أفكار كتير جدا. النهاردة هنعمل الرف اللي ممكن تفرده يتحول لطاولة وممكن ترجعه تاني. عملنا قبل كده طاولة قابلة للطي، هسيب لكم برضو الرابط بتاعها في شريط الوصف، وهتظهر دلوقتي فوق بطاقة تقدر تضغط عليها لو حابب تشوفها. خلينا نشوف الفيديو بتاع النهاردة وان شاء الله يكون فيه استفادة بإذن الله. انا هنا قصيت الرفوف من خشب الـ MDF، طبعا يفضل ان انت تقصها من خشب الكونتر الطبقات عشان تكون قوية، تمام، ولكن ده طبعا المتاح كنموذج تعليمي. العرض بتاعهم حوالي 17 في طول 65، طبعا العرض والطول انت تختار المقاسات اللي تتناسب مع الشغل بتاعك، تمام. وبعدين هجيب اربع قوائم من خشب الزان او السويدي عشان هيشيلوا الرفوف. الطول بتاعهم هنعرفه لما نيجي نكمل الشغل او نجمع الشغل. بعد كده هنحتاج اربع قطع، القطع دول اللي هم هيتركبوا في جوانب الرفوف بالمنظر ده. قطعة الخشب دي هتركب هنا في جوانب الرفوف بالمنظر ده، فلازم يكون طولها هو نفسه العرض بتاع الرف لانها هتركب بالشكل ده، تمام. طيب العرض بتاعها بقى، العرض نفسه بيساوي عرضين من القوائم اللي هيشيلوا الرف بالمنظر ده كده، شايفين. طيب القوائم دي عندي 4 سنتي، يبقى دي كام؟ 8 سنتي. لو دي 5 سنتي يبقى دي هتبقى 10 سنتي. وبعدين باستخدام الشنكار ابدا اجيب منتصف القوائم الاربعه اللي انا عملتهم بالمنظر ده كده، طبعا اظبطه على المنتصف بالظبط واتاكد ان الشنكار جاي في نفس المكان. وبنفس القياس اجي على قطع الخشب اللي انا جهزتها، وحدد النقطة دي هنا كده، والاتجاه الثاني في العكس في الخلف، أصبح عندي نقطة هنا ونقطة هنا، يبقى عندي علامة هنا وعلامة في الاتجاه الثاني، علامة هنا وعلامة في الاتجاه الثاني، 6 قطع كده. نفس القياس ده هو نفس القياس ده، بحيث لما اثقب هنا واجي اركبهم يكونوا فوق بعض بالمنظر ده، وقطعه الخشب الثانيه تكون مكانها هنا برضو. انا هستخدم المسمار ده في الربط، فهبدا اثقب بريشه تكون نفس المقاس او اكبر، مثلا 1 مللي او حاجه. وانت بتثقب خلي شغلك دقيقه على قدر الامكان عشان في الاخر يطلع مظبوط. العلام اللي انا خدته هنا بالشنكار ابدا اظهره على قطعه واحده كده عشان هستخدمها في القياس. طيب تمام كده، القطعه دي هي المسطره اللي انا هشتغل بيها وهاخد بقى القياس. طبعا مش هستخدم متر، انا بحب اشتغل بالخشب على طول عشان بيكون ادق. طيب هنجيب القايم، طبعا انا ثقبته من اتجاه واحد بس، من جنب واحد، اما الاتجاه الثاني لسه معرفش المقاس كام. فاعمل ايه؟ هجيب قطعه خشب وابدا اثبتها بالمسمار من هنا كده، اثبتها في الثقب كده، كده اصبحت ثابته. ابدا بقى باستخدام دي اخد المقاس واعلم مقاس الثقوب، ما انا مش عارف الثقوب احطها فين. ابدا بالقطعه دي كده احطها هنا كده وابدا اعلم. في ناس ممكن تسيب مسافه مثلا حوالي 3 مللي لو انت حابب، يعني الخلوص اللي هو ال 3 مللي ده هيديك مجال بحيث لو مقاساتك كان فيها ما كانتش متظبطه قوي، يعني بخلاف لو انت لزقته كده، لو ما كانش القياس بتاعك مظبوط قوي هتواجه مشاكل في التحريك بعد كده. فخلينا نسيب ال 2 مللي او ال 3 مللي كده بالمنظر ده كده، تمام. وبعدين ابدا اخد العلامه هنا كده عند الخط ده نقطه كده، وبعدين باستخدام الزاوية أبدأ أنقله هنا، وبعدين بالشنكار أبدأ أعلم. الشنكار طبعا نفس القياس اللي احنا واخدينه هنا، هو نفس القياس ما تغيرش. أبدأ أعلم كده، أصبح عندي ده
الثقب التاني. ابدا بقى اكرر نفس الطريقه، هرجع احط خشبه تاني هنا كده اهيت، تمام، وابدا احط قطعه الخشب التانيه هنا، اسحب دي كده واحطها هنا كده، وابدا احط قطعه الخشب اللي انا شغال بيها، وبعد كده اخد العلام. وابدا بعد العلام ده كده باتنين سنتي هنا، وابدا اقص. كده انا خدت القياس مظبوط اهوت، ابدا انقله على الاربع قياسات التانيين بالشكل ده. انا ثقبت القوايم اهيت. النقطه اللي بعد كده ان انا عايز اركب المسمار، بس عايز اغطس الراس فلازم اخيش لها. طبعا انا استخدمت ريشه اصغر شويه من الراس بحيث الراس تدخل شحط زي ما احنا شايفين كده. نبدا بقى نركب جوانب الرفوف بتاعتنا. في حاجة يا جماعة سامحوني انا نسيت اعملها، وهي ان احنا لازم نعمل هنا كيرف كده، تمام، بحيث لما يجي يتحركوا كده شايف ده هيخبط، فلازم نعمل الكيرف ده. طبعا انا للأسف ما افتكرتوش غير بعد ما ثبت، فخلوني اقصه وهو ثابت زي ما هو كده، فهنعمل له فرمة ورق ونقص كل الخشب بنفس الطريقة. بقى بسم الله نركب او نجمع الشغل بتاعنا. اول حاجة هنحط وشر هنا بين الخشب وبين الرف بالشكل ده، تمام، وبعد كده وشر هنا في الاتجاه التاني، وبعدين الوشر المشقوق ده اللي هو اللي بيشحط، تمام، نحطه هنا كده، وبعدين تبدأ تربط. الوشر المشقوق ده وظيفته ان هو يمنع ان الصامولة تتفك لما الرف يتحرك بالمنظر ده. تعال نجمع بقية الرفوف ونشوف النتيجة. كده الحامل اللي هيشيل الرفوف دي كلها، تمام، هثبته طبعا بمسامير وببراغي عشان يكون قوي ويشيل الحمل ده كله. كده يا جماعه الرفوف بتاعتنا، وده الجزء اللي بيركب في الحيطه، وده الجزء السفلي للرفوف، وده الوش، الوش بيكون من هنا كده، تمام، عشان نتخيل بس. طبعا هي المفروض بتتحرك بالمنظر ده كده، دي الرفوف كده، وبعدين بنفردها كده. طيب عشان تكون قوية لازم اركب ليها رجول هنا كده، تمام، الرجل دي عشان اركبها بشكل مظبوط هبدأ الف الرفوف بالمنظر ده كده، وبعدين ابدأ اثبت الرجل هنا في اخر رف او الرف العلوي، تمام، اثبتها بالمنظر ده كده، واحط قطعة خشب هنا مثلا بحيث تبقى دعامة ليها. احنا ثبتنا الرفوف بثلاث مسامير في الحائط، انا طبعا مثبتهم في خشب بس للشرح يعني.
طبعا موضوع ان انت تحط فيه اي حاجة وبعدين ترجع تفردها بالمنظر ده وبعدين ترجع ترفعها تاني وهي زي ما هي في نفس الوضع، في نفس الوضع الافقي كده، فدي طبعا فكرة يعني ممتازة جدا. في ناس بتحط هنا جوه زي كليبس كده او ترباس عشان ما يرجعش يفتح تاني، وفي ناس بتحط هنا اللي بيسموه الباكم او المعاون اللي هو بيكون في المطابخ عشان لما تيجي تنزلها تنزل بهدوء يعني. كده الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا لو حابب تعملها اهتم كويس جدا بالنسب وبالمقاسات علشان تطلع مظبوطة، تمام؟ ان شاء الله هسيب لك في شريط الوصف قائمة كاملة عن مشروع مربح او بعض الافكار اللي ممكن تعملها بنفسك. شريط الوصف عبارة عن مثلث على ايدك الشمال عند العنوان، اضغط عليه وارفع الشاشة لفوق يفتح معاك شريط الوصف. دعواتكم لنا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.